25/1/2008 ذكرى عظيمة بالنسبة ل أظن لإبراهيم السلاوي ولملايين المشاهدين اللي كانوا عم بيتابعوا وعم بيترقبوا هذه اللحظة. يمكن الغالبية العظمى منهم ما كان عندهم خبر بشيء اسمه طيور الجنة، نعم كان عندهم خبر بمؤسسة طيور الجنة، لكن كقناة كان تاريخها 25/1/2008. كانت لنا الصدارة وما زلنا الأوائل بجدارة. ب 25/1/2008 لم تكن هناك أي قناة فضائية في عالمنا العربي، بدون مبالغة، في عالمنا العربي فيها طفل يحاكي طفل كقناة فضائية. نعم كانت هناك بعض البرامج وكانت بعض القنوات المختصة في المواد الكرتونية، لكن كقناة فضائية كانت أول قناة هي قناة طيور الجنة الفضائية. فكانت لنا الصدارة وما زلنا الأوائل بجدارة، هذا كلام هو كلام شركات إحصائية، ليس كلاما عاطفيا للترويج ولا للدعاية ولا للإعلان، لكن كلام شركات إحصائية متخصصة في الإحصاء الإعلامي تؤكد وتدلل على أن قناة طيور الجنة هي الأولى على مستوى القنوات الفضائية التي تحاكي وتتحدث عن الطفولة. فهذا طبعا بتوفيق الله عز وجل أولا، وبجهود الناس المخلصين في هذه القناة الطيبين ثانيا، وثالثا بالجمهور الرائع اللي بتابع وبشاهد قناة طيور الجنة الفضائية. ما قبل طيور الجنة كان عملي الإعلامي نادر جدا، بل هو كان قليل. قبل طيور الجنة يمكن قدمت برامج إذاعية وقدمت برنامج تلفزيوني على قناة من القنوات الفضائية، لكن مع قناة طيور الجنة صقلت هذه الموهبة وتم تطويرها وتنميتها من خلال مجموعة من الدورات، من خلال القراءة والاطلاع. قدمت مجموعة من البرامج، منها برنامج عمرة أحباب الله، منها برنامج على الهوى سوا، اللي كان بصراحة تجربة رائعة جدا جدا جدا. أكثر من سنة كاملة أو سنتين من تقديم برنامج كل أسبوع على الهواء مباشرة، وهو اللي يعني اللي بيعملوا في العمل الإعلامي بيعرفوا إيش معنى الهواء مباشرة. قدمنا فيها شيء جميل جدا، برنامج طيور الخير في رمضان الماضي، ونقدم تحية لكل الكادر اللي كان معنا في كل هذه البرامج. برنامج خطاوي السلاوي الذي كان وما زال وسيبقى بإذن الله، تستمر فيه الخطاوي الإشراف على برنامج ديما بشار من إعداد، من متابعة في برنامج أشكال ألوان. وهناك بعض الأفكار لبعض البرامج إن شاء الله اللي حتكون انطلاقة من هذه السنوية الجديدة على جدول أعمال شاشة طيور الجنة. إن شاء الله نتمنى التقدم للبرامج وللقناة، وأكيد طبعا لحبايبنا المبدعين المنشدين كلهم بلا استثناء. كلمة ممكن أوجهها بهذا اليوم الجميل وهذه الذكرى الرائعة بالنسبة لإبراهيم السلاوي، كل عام طيور الجنة إن شاء الله من ارتقاء لارتقاء، كل عام طيور الجنة نجم لامع في سماء العمل الإعلامي، كل عام طيور الجنة إن شاء الله في الصدارة دائما كما قلنا في بداية لقائنا. كل عام وكل كادرها بخير، خاصة أخص بالذكر الشباب اللي سهرانين معنا في هذه اللحظات المتأخرة من الليل وبهذا الطقس البارد، حبيبنا محمد طه المخرج المشرف على هذا العمل كله، صلاح واسماعيل، وبالإضافة لكل من كان لهم دور حقيقة، كلهم لهم كل الحب والتقدير، كل نجومنا الرائعين. كل عام وانتم دائما بألف ألف خير، جمهورنا الحبيب، جمهورنا الغالي، طيور الجنة إن شاء الله دائما على الأحد معاكم. طيور الجنة عالم التميز وعالم الإبداع، طيور الجنة فخر صناعة الأجيال. كل عام وانتم بخير.